السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعيد بالتواصل معكم مجددا، وأشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشتركين الحاليين والمشتركين المحتملين الجدد. ونواصل موادنا عبر قناة يوتيوب جعفر تيرتري في موضوع يتعلق بأسباب وجود النفقة والمراجعة ديالها. إذن أسباب وجوب النفقة ومراجعتها، فطبيعة الحال حينما نتكلم أو مصطلح النفقة فهو مباشرة كيدينا النفقة هي مرتبطة بالمرأة عند الطلاق، لكن النفقة هي أسباب وجود النفقة على الغير هي إما أن تكون الزوجية وأما القرابة وكنفقة القريب، أو يكون هناك التزام. إذا الزوجية والقرابة والتزام، وهذه النفقة المشمولات ديالها كتنحصر ما بين الغداء والكسوة والعلاج والتعليم، يعني كنفق علاش باش الغداء والكسوة والعلاج والتعليم، هذا بما يتعلق بالنسبة للأولاد وجميع الضروريات الأخرى. إذا مشمولة النفقة هي الغذاء كما قلنا والكسوة والعلاج والتعليم. فواجب السكن هو كيوقع على كاهل المكلف بالنفقة وهو مستقل عن النفقة وأجرة الحضانة. إذا ما كيبقاش ما كيدخلش في النفقة، حتى في الأحكام اللي كتخرج فدائما النفقة هي كتنحصر على الغذاء والكسوة والعلاج والتعليم، في حين أن واجب السكن يقع على كائن المكلف بالنفقة وهو مستقل عن النفقة وأجرة الحضانة. هذا تقدير النفقة يؤخذ بعين الاعتبار في تقدير النفقة. تحديد النفقة هو دخل الملزم بها وحال مستحقها ومستوى الأسعار مع مراعاة التوسط والوضعية المعيشية والتعليمية اللي كانوا فيها الأطفال قبل الطلاق، ويمكن الاستعانة بالخبرة في حالة تعذر معرفة الدخل الحقيقي. إذن هنا غنتقلوا كيفاش كتحدد هاد وسائل التنفيذ ديال حكم النفقة. بطبيعة الحال كتحدد المحكمة وسائل تنفيذ حكم النفقة وتكاليف السكن على أموال المحكوم عليه، ويمكن عليها الأمر باقتطاع النفقة من بائع الربح أو الأجر اللي كيتقاضاه، وكتقرر عند الاقتضاء الضمانات الكفيلة باستمرار أداء النفقة. قدروا يحيدوا لي من الخلاص ديالو مباشرة، كيمشيو يجيبوا لي الدليل وينبداو يقطعوا لي من أجرة ديالو. هذا الحكم الصادر بتقديم النفقة هو مشمول بالتنفيذ المؤجل بقوة القانون، مشمول بالتنفيذ المؤجل بقوة القانون رغم كل طعن، وكيبقى ساري مفعول إلى أن يصدر حكم آخر كيحل محله أو يسقط حق المحكوم له في النفقة. فهذه هي الأحكام ديال وجوب النفقة والأسباب ديالها. هذه المرحلة كتجي واحد المحطة هي ممكن المرأة أو الرجل الملزم على أن يراجع لظروف خاصة باش يراجع النفقة. فمراجعة النفقة كتشترط أنها ما كتقبل الدعوة ديال المراجعة ديال النفقة سوى بالزيادة أو النقصان على إلا بمضي سنة على تاريخ تحديدها. يعني كيكون هذاك المعجل بالتنفيذ وكدا تشد النفقة خص دوز سنة عاد يمكن قيمو دعوة ديال مراجعة النفقة، سواء بالزيادة إلى شفت أن مثلا المرأة أنه الرجل خصو يزيد على أكثر من ديك النفقة اللي كتاخد، أو الرجل أنه بزاف عليه لأن جاتو ظروف خاصة وظروف قاهرة
بغى ينقص من هذيك النفقة اللي كان محكوم عليها. إذا مرور سنة، غير أنه يمكن للمحكمة أن تقبل هذا الطلب إذا وجدت ظروف استثنائية. ظروف استثنائية بحال ظروف القاهرة، ولا كنا القوة القاهرة، ولا إنسان كان خدام في واحد البلاصة ومبقاش خدام، يعني مبقاش كيتقاضى نفس الأجرة. وأيضا المرأة إذا شافت الراجل أنه بغات زيادة إلى أنه عاوتاني ترقى ولا كيشد مزيان ولا لا. ف يمكن للزوجة أن تطلب النفقة من تاريخ إمساك الزوج عنها مهما طال وقت سكوتها عن ذلك، وكتستحق نفقة الأولاد من تاريخ توقف الأب عن أدائها. فالنفقة ديال الأبوين كتستحق من تاريخ تقديم الدعوة إذا كانوا فقيرين، يعني حتى الدعوة ديال الأبوين يقدروا يرفعوا دعوة لولودهم على قبل النفقة. إمتى كتسقط هذه النفقة؟ طبيعة الحال كتسقط النفقة ديال الزوجة إذا امتنعت عن تنفيذ الحكم القاضي بالرجوع إلى بيت الزوجية من تاريخ امتناعها، وكتسقط نفقة الأبناء ببلوغهم سن الرشد القانوني هو 18 سنة إذا كانوا مازال كيتابعوا الدراسة ديالهم، وما كتسقطش نفقة الأولاد المصابين بالإعاقة الجسدية أو الذهنية والعاجزين عن الكسب على الأب ما داموا في هذه الحالة مهما بلغ سنهم. أما بالنسبة للبنت فكتسقط النفقة ديالها عن الملزم إذا كانت لها مال كتنفق منه على نفسها، أو إذا توفرت على عمل كتكسب منه نفقتها، أو أصبحت نفقتها واجبة على زوجها. فجزاء التوقف عن نفقة الأولاد إذا يعني ما كيبقاش يتوقف عن نفقة الأولاد، أشنو هو الجزاء؟ فإذا توقف الملزم بنفقة الأولاد عن أدائها لمدة أقصاها شهر دون عذر مقبول كتطبق فيه في حقه العقوبة المقررة لجريمة إهمال الأسرة. إذا كترفع دعوة إهمال الأسرة، وذلك دون حاجة إلى اتباع الإجراءات الخاصة بهذه الجنحة المنصوص عليها في القانون الجنائي. إذا ما بقى لي غير أن أقف في هذا الحد. كنتمنى أنه أن حددنا المفهوم ديال النفقة والأحكام ديالها، وأيضا الأسباب ديال وجوب النفقة والمراجعة ديالها وكل ما يحيط بها. فما بقى لي إلا أن أشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشاركين الحاليين والمشاركين المحتملين الجدد. بالله التوفيق والنجاح، دمت في رعاية الله وحفظه.